كلمنا البارح قلنا بلي راح نتكلموا على شنقريحه. اي بيان حاوليك الملف تاعي شنقريحه. سعيد شنقريحه رجل فضائح الجزائر الجديده وصل الى منصب عمره ما كان يحلم به. وصل هو الرجل الاول والاقوى في الجزائر. هو اللي كان هنا تشوفوا مشكل تاع الجزائر وين راه. كان صغره كامل طفولته كامل عداها في مدينة القنطرة. كانت القنطرة يعني فيلاجة صغيرة في ولاية بسكرة. كان معقد من طرف صحابه دايرينو سينما. راجل معمر عقد من صغره، في صغره عقدوه صحابه في المدرسة بدأ يضحكوا عليه لأنه الطبيعة ما عطاتوش وجه شباب، يعني كان ان مونستر، سيتي ان مونستر، يعني وحش، عنده وجه تاع وحش. ديجا درك كبر وراه هذيك مازال، ولا كان صغير قال كان اكثر من هذا الشيء. ويحكيوا الناس يعرفوه في صغره انه هذا كان معقد، وباش يعوض العقدة ديالو هذيك، يعوض هذاك المشكل اللي كانوا يضحكوا عليه اصحابه، ويضحكوا له على نيف، ويضحكوا له على وذنيه، على الخزرة تاعو، سمعت، يسلكوا به، يديروا به سينما باش يعوض، يحاول باش يقرا خير منهم، باش يجيب نتائج دراسية احسن. ولكن اما كان غبي او مدبدب او ما فهموش، يعني كان عنده ما يلحقش، يحاول باش يكون دائما هو في لا بريمير رونجي، في القسم في الصف الاول، يحاول باش يجلب انتباه المعلمين نتاعو، ولكن يبقى دائما عنده نوع من الغباء اللي يخليه ما يقدرش يحقق هذاك الطموح تاعو انه يكون هو البرومي دا كلاس، يكون هو الاول في القسم. هذه العقد هذه تراكمت الى ان حصل على شهاده البكالوريا. لما حصل على شهاده البكالوريا ما حوش يدخل الجامعه. شنقريحه ما حوش يدخل الجامعه. يعني كل هذاك العقد تاعو باش يخلف الثار ويتخلص منها يلزمو يدخل للجيش. الجيش دخل جيش بعد الاستقلال. هو مولود في سنة 45 في أول أوت 45 في مدينة القنطرة في بيت بسكرة. حصل على البكالوريا ديالو سنة 64. بمجرد ما حصل على البكالوريا دخل للعسكر، جاز في العسكر، عمل دورة، يعني كان من الأوائل اللي عندهم بكالوريا في ذاك الوقت، القلائل اللي عندهم بكالوريا في الجيش. دونك شوف بلي البيبان تفتحت له في الجيش. الجيش راح يخلق له جو مهما كان الرتبة اللي راهو فيها. لما كان يروح اون بيرميسيون لدارهم، يروح في إجازة لدارهم، بذلة تاع طالب ضابط، يشوف روحه راهو فوق الناس كامل. وهنا اوب العقد هذيك بدا يتخلص منها وبدا يثأر. ها ياخذ الثار من لي جون صحابو اللي كانوا معاه، بدا يرد لهم الصرف تاع ليامات اللي كانوا يحضروا فيه، يضحكوا على وجهه وعلى عينيه. على معروف انه شنقريحه الطبيعه ما
ما عطاتلوش الشيء اللي يقدر يعني نشوفه، غير مثلا في الصور هذه، شوف هذه الصورة فين زعما حاكم الكأس، شوف هاد الفاتشة كيفاش، شوف يعني يبانش البلادة باينة عليه، باين انسان بريء، باين انسان غبي، هو الغباء فيه على كل حال. الغباء فيه يعني كنشوفوا الصور تاعو ما استغربوش، ما استغربوش نشوفوا ناخذوا صوره من الصور تاعو هاد هذيك، كل صور مهما يكون، يكون انتوني دو كومبا، يكون انتوني دو غدا، كي ما يكون تبون شنقريحة داير هكذا زي ما هو الشباب لا غالب. يعني ناخذ زوج صور ويلا ثلاثة، il n'a pas été gâté par la nature qui m'a coulé الفرنساويه. لازم نشوفوا، لانه هذا السبب تاع كل مشاكل تاع الجزائر جايه من هذه العقده اللي عنده شنقريحه، وربي سلط علينا، سلط علينا العقد ديالو، نعت سنعقد لأنه ما لا غالب ما عندنا ما نديرو له حنا. كنشوفو بعض الصور، شوفوا هذه بولدوغ بولدوغ، يعني هو البولدوغ كيف كيف، عنده وجه تاع كلب بولدوغ، ما عندك ما ندير له، هذا توني دو كومبا، اسمع الاجتماع شوفوا كيكون زعما اون توني دو سيريموني، توني دو سورسيا، شوفوا هذا حاشا خليقة الله، حاشا خليقة الرحمن على كل حال. يقول هذا لازم نقول حاشا خليقة الرحمن، يعني يا ربي سبحانه هو اللي شوه له وجهه، مازال يشوهه قال لأنه كأنه يعني ربي سبحانه على باله هذا إنسان تاع شر، كأنه ربي على باله هذا إنسان تاع شر. شوف أنا شوف آية، شوفوا كيف فاتشة هذه، شوفوا كيف فاتشة هذه. دونك هذا كيفاش تقولي ما يتعقدش، كيفاش تقولي هذا ما يتعقدش، سي نورمال يتعقد، سي نورمال. شوف زمان راهو يبوزي شوف فاتشة تاعو، سي نورمال يتعقد هذا الإنسان. أردوغ دخل العسكر، دخل العسكر باش يعوض هذاك النقص وهذاك في العسكر، دار تكوين في الأكاديمية العسكرية دابور، بعد مشى لسانسير في فرنسا، كان أول دفعة تاع ضباط الاستقلال اللي دربوا في فرنسا. بعدها السيد بدأ شارك في الحرب تاع 67 والحرب تاع 73، الحرب اللي يعني كانت فيها الدول العربية ضد إسرائيل،
1979. طبعا الجيش الجزائري كان من الجيوش اللي كانت سباقة في المشاركة في هذه الحرب. يزيد ثاني كذلك شارك في الحرب الأهلية تاع الجزائر في سنوات 90. إلى غاية أن يعني في هذه الحرب هذيك قتل. من ضمن الجرائم اللي ارتكبهم جريمة قتل رب عائلة في مدينة الخضارية في سنة 93 كما يرويها حبيب سويدية في كتاب مسانجير. واللي قتل واحد بكابوس بدم بارد. هذاك الدم البارد هذاك يعبر عن العقدة تاعو من الآخرين. باش يحس بروحو بلي راهو قوي هذا هو اللي خداه يقتل. دايور الناس اللي خدموا معاه يقولوا باللي العقدة هذيك تاع وجهه تخليه ما يغادرش البيرو تاعو، ما يخرجش من البيرو يدور ذا يروح كجهة ولا لا، ما يخرجش البيرو. إذا يخرج غير باش يمشي يتفقد الوحدات العسكرية باش يشعر بروحه بلي راهو شاف. يخرج ده للآن لليوم وتسيبه دائما هو هذه مناورات هذه تدريبات هذا في الناحية العسكرية الرابعة هاو في الخامسة هاو في الثانية هاو في الثالثة. هذا يمشي ويحب يعدي يباس ان ريفو لي تروب باش يحس بروحه بلي راهو قوي. وهذا الشيء اللي خلاه اليوم انه الرجل هذا ما يخلي حتى واحد يشكك في قوته. جميع من يحب يناور ويتكلم فيه يقول كلمه، يعني شوف اليوم في الجيش هذا واش حب يتكلمش في شنقريحه، لا تكلم في شنقريحه تصيب ديما واحد يوصل الهضره، تصيب ديما واحد يوصل الهضره. ولو وصلت الهضره شنقريحه ما يعرف الا القتيلة يقتل. إذا ما قتلكش برصاصة يقتلك بين ربع حيوط، يدخلك الحبس تموت بين ربع حيوط. يعني هذا تشوف العقدة هذه ديالو، لأنه هذا كل شيء مبني على العقدة. يعني فيه طبيب نفساني هو اللي رسلنا وعطانا هذه المعلومات وهذا التحليل هذا، يا ما هوش من عندي أنا، أنا مانيش طبيب نفساني. يقولنا انه شنقريحة ما اكتفاش باش يكون قائد عسكري باش يفتو قائد اركان الجيش، وجاء بالصدفة، جاء عن طريق الصدفة. هو اللي كان معاقب مدة 18 سنة، مدة 18 سنة معاقب، وهذاك دار كل شيء باش ما يخرجش من الجيش قبل العقوبة. وما خرجش من العقوبة انه كنت ذكرتها ديجا 14 سنة في الناحية العسكرية الثالثة. هذه واحد ما دارها، واحد ما دارها، ولا عسكري في اي جهة في العالم عسكري يبقى في منصب في قائد ناحية 14 سنة ما كانش. وزيد باش من ناحية بشعر سخانة وكذا منها إنه هو حامل. وزيد العقوبة الثانية القران 18 سنة ما طلعش في القران معاقب وما احتجش وما تكلمش. يعني واحد آخر يطلب كوارت ويخرج، هو لا ما يقدرش يخرج لأنه وجوده في الجيش هو اللي يغطي عليه هذيك العقدة تاع الفتشة ديالو. هذا هو دونك ما يكتفيش انه قائد عسكري، لا يروح اكثر، يحب يوري روحه باللي هو القائد السياسي. حنا المشكل، حنا المشكل،
هنا اللي يخلق في الفضائح. لو بقى في كازيرنا ديالو روع دير واش بغيت داكور، لكن لما السيد عاد يتدخل في السياسة ويتدخل في غير الاخرى برك البارح قلت بون يعطيك الصحة واش درت، يعطي له اما راه بيعطي له في دي بون بوين ويشفر هو شاف على تبون سي بيان واش راك دير، اما راه مشيت تبون وهنا تاع الشيد انا ما راهش الشيد، وانا ما يبين تبون باللي انا راني شاف عليك وراني راضي عليك. هذه ويدخل روحو دائما الدبلوماسيه هكذا حكايه مثلا الستاتيو تاع الامير عبد القادر اللي الناس كلمت عليها الناس كان ضد، لا هو جا قال شي لازمه وكذا ومنا وعد الجزائر ما محبيش باش نديروا هذا الستاتيو هادي. دخلك كل مع السياسه الدوليه السياسه الجهويه عن كل جهه كل ما على كل شيء. وزيد في المواقف السياسية تاعو صاب منفذ مدخل باش يقدر يتكلم سياسيا وكذا، واش المنفذ هي العلاقات مع المغرب، هو اللي زاد في تأزمها. وعلاش زاد في تأزمها؟ كاين ناس يقول لك لأنه حكموا في مقالة بريزوني، لا ما نخرطوش وجهه يكون هو في مقالة بريزوني ولا في المقالة الثانية اللي هما داو لي بريزوني تاع وجهه كان نكرة. شكون اللي راح المقالة الأولى دخلت على سيرفيس ناسيونال هو ما كانش في سيرفيس ناسيونال. هذه ضيف إلى ذلك أنه السيد عمره ما كان في الحدود الغربية لأنه في المجالسات في 75 والقوات اللي كان فيها هذا الشنقريحة كانت مازال ما دخلتش من الشرق الأوسط، مازال ما دخلتش من مصر لأنه توقفت الحرب في نهاية أكتوبر بداية الحرب، كان بقات نوع من الاستنزاف حتى نوفمبر وكذا 73 وبقاو الجيش الجزائري بقى في مصر إلى غاية 76 منتصف 76 نهاية 77. أركم قال الأولى وحتى الثانية كانوا في بداية 76 فيفري 76. هذا لا هو عدوانية المغرب جاية دائما المشكل من العقدة دياله، هو المغرب يعطي له الفرصة ذاك هو المنفذ دياله المدخل دياله باش يقدر يدير البوليتيك باش يقدر يتكلم في السياسة. وهنا يبدأ اسمه باش يبرر الحشود العسكرية، يبرر التسليح المفرط فيه، يبرر كل آخر بحكايات الآخر. قاله جاي من المغرب جاي الخطر هاو جاي داو دخل فيها هذه تاع الحشيش دخل فيها تاع كذا. السيد المغرب بالنسبة ليه ريجيستر دو كوميرس، سان ريجيستر دو كوميرس سان فون دو كوميرس. دونك هو اللي كان وراء قطع العلاقه الدبلوماسيه ديك الاجتماع تاع المجلس على الامن الغاول غاول تغلق الاجواء تغلق كذا تقطع العلاقات واش كاين واش كاين. تبوني تبع برك تبون بقر الله في زرع الله، بقر الله في زرع الله هذا هو تبون مش تعرف قدام شنقريحه واحد بقرة واحد بولدوغ أمنيك حاشا البقر والكلاب حاشا. زيد في الحوس وغير منين تجي عفسه هكذا باش
يدعي يقول لك كاين حملات مغربية تاع المخزن ضد الجزائر مثلا، لما مجلة مغربية ما عندهاش شعبية خلاص في المغرب، أنا نمشي المغرب ونشوف ما شفتش واحد رفض ماروخ إبدو في يده، والله العظيم ولا شفت نهار واحد رفض ماروخ إبدو في يده قسما بالله، حتى في الكيوسك ما يبانش. دابور يصدر بالفرنسية، مش الناس قاعدة تقراش كيما في التساير يوم نحط جادة بالفرنسية ما تبعش كيما جادة تاع العربية الأولى، ثانية غالية من نص المجازين والآخر، ثالثة المجازين هكذا حتى اللي يقرأ الفرنسية سا سادريس أي نيليت سي با غران بوبليك. هاد المجلة هادي مانيش عارف واش اللي دفعهم يعني فيها، شوف سي با غراتوي سي با فورتوي يعني يحطوا خريطة وين تاع الحدود تاع المغرب تاكل تندوف بالشعر تروح تل المالي والنيجر. فرصة باش يقولوها هنا ألوغ لا، الملك هدر نهار على هذا الموضوع ولا رئيس الحكومة هدر نهار على هذا الموضوع اللي صار تصريح واحد الملك محمد السادس من يتكلم يقول احنا نطالبوا بجزء من التراب الجزائري، او حتى الحسن الثاني يصيب صريح الحسن الثاني او الملك محمد السادس يجيبوا بعثوا لنا ونشوفوه. اذا ضرب التجاريد قالت كلام تحب تلصقوا القصر الملكي ولا الحكومه سي الي فيتون بوزوني كيما قلت سكرك بحوس على القملة في راس الفرطاس وما تصيبهاش سابوس ما تصيبش قملة في راس الفرطاس هادو هكذا كيحوشوا عليها. ناضي عيد سي شنقريحة والمجلة تاع الجيش وكذا وصحافة بودور تعيط كاملة ها والاخر الجيش وش يقول الجيش الوطني الشعبي مستعد ان يقطع الأيادي التي تتجرأ على المساس بالوحدة الترابية الجزائرية. جاتو الستاش ولكن كلام يقولوا صحيف ولا يقول واحد مواطن مسكين لا غالب حابس ولا كلام ربي سهل يعني كل واحد حر يقول وش يحب. كان واحد يقول لك أنا ما نامنش بالحدود أنا ما نامنش بالحدود واحد يقول لك انا الحدود تاعي توصل انا الاخر توصل انا الاخر واش ما عندك حتى ما هذا لا يلزم الملك. وعلاش نهار الملك يمد لك يد ويقول لك يا خويا ارواح واش كاين؟ هذا هو لما يكون فيه نزاع لما انت تخاصم مع واحد لو واحد يخاصمك تم على باليش وعلاش خاصمك قل له ارواح خويا واش كاين ونفروها يكون ما عندوش سبة لأنه السبة الوحيدة تاع الجزائر سبب يعني عدوانية النظام الجزائري ضد المغرب أولا لأنه نظام محتاج إلى عدو أجنبي عدو داخلي غير عدو الداخلي الماك وراشد اللي مسكي راشد ما يزيستيش خلاص والعدو الخارجي المغرب هذا الجهد. وطبعا يجيب لي ناس صحفيين ثقل ناقل او ارهابي يخوف بيا الشعب الجزائري يعني بصراحه مش الجزائر رد عليه خرجوا في الشارع يقولوا هشام عبود صحفي حر لا اكثر ولا اقل. الشيء اللي يدير فيه شنقريحة إذن اللي يبين في روح لأنه ما أخذ بالنسبة ليه المغرب هذا هو الأكسجين دياله الأكسجين ديال شنقريحة هو المغرب هذا هو الأكسجين دياله أي حوس يقابر أي حاجة حتى وإنه لم نسمع يوم واحد قائد عسكري
يتكلم عن المغرب. البارح في الاستعراض تاع تخرج الدفعة تاع الأكاديمية العسكرية لشرشان، كلام معاني باينة تاع واحد مستوى نيفو تحت الرونجيرس، معاني باينة من جهة المغرب. شفيك تاع تاع ربي راك تبني في مصانع على الحدود ومفتوحة والناس تخدم مع بعضها ورانا قوة اقتصادية، تقول لي احنا قوة جهوية، اش راح تقضي بها؟ راك أول قوة جهوية، اش راح تدير تقضي بها؟ واش راح تدير بها؟ ها يكون صيدو كلي يا سي، يكون صيدو كلي، واش راح تقضي بها؟ كن أول قوة اقتصادية، وي، قاعد تبيع في البترول، ناري قراتك البترول تروح تمد يدك. كما صارت في التسعينيات كي هبط السعر تاع البترول وكذا وكامل عادوا يروحوا يطلبوا، هذا واش ديروا. المهم تقسيم شنقريحه المشكل تاعو يبدا من الطبيعه ما تعطوش، راجل تعقد في صغره دخل الجيش باش تغلب على هذيك العقده، بدا يأثر سيد يلحق إلى شيء عمره ما كان يحلم به، شيء عمره ما كان يحلم به. احنا راجل عرف بعض المحطات في حياته. المحطة الأولى هي أنه يوم 27 أوت 2018 كان لواء جنرال ماجور وكان على رأس الناحية العسكرية الثالثة في بشار منذ 2004 من 2004 ل 2018 وعلى رأس الناحية العسكرية الثانية وفي جراد جنرال ماجور. نهار هذاك نهار 27 أوت 2018 يجيبوا القائد صالح من بشار يحطوا قائد القوات البرية. قائد القوات البرية هذه المحطة الأولى في حياته العسكرية تحلو أبواب قيادة الأركان، لانه حتى وان ما كانتش يعني مقننه ولا مكتوبه، يعني جميع من يكون قائد القوات البريه هو اللي راح يولي قائد اركان الجيش كما كان نزار من بعد العماري ومن بعد القائد صالح جا دوره الرابع. اذن هنا السيد تغول عاد يشوف الشيء اللي يزيد من بعد يدفع شنقريحة للأمام وأنه في ديسمبر 2019 شوف 2018 كيتعين قائد أركان ديسمبر 2019 يموت القائد صالح. القائد صالح يموت 23 ديسمبر. هذه المحطة الثانية في تاريخ شنقريحة. يتعين قائد أركان الجيش بالنيابة بارنديل 3 جويلية 2020 يترسم قائد أركان الجيش. طلع جنرال دو كور دارمي فريق أول فريق
من بعد يطلع فريق أول. السيد في ظرف عامين صاب روحه هو القوة والرجل القوي في الجزائر بلا ما تعب بلا ما ذا باش جاب هذا النصب هذا بسكات بسكات ذلوه أقبل الذل عفسوه أقبل يتعفس لأنك لما تحط واحد أي عسكري أي عسكري تبعته للصحراء ما يقبلش يفوت العامين لأنه دير العامين تاعك وخلاص. أنا شخصيا لما كنت في الجيش نهار اللي كمال عبد الرحمن كان مدير أمن الجيش وحولوني لأمن الجيش قال لي أنت ما درتش الحمادة، قلت له ما درتهاش وما نديرهاش وعمري ما نديرها، ما نديرش أنا سبيسيوت. قال لي وعلاش؟ قلت له أنايا جامعي، أنا دخلت من الجامعة ما جيتش باش ندير الحمادة، أنا عندي شهادة في الإعلام، أنا إعلامي، ما تروحش للجيش، لا لا لا، حبس، ليه ولا قلت له ما قالوش بلي طالب نخرج، هو اللي دخلنا في نقاش آخر، باش أنت واحد يقبل يقعد 14 سنة في الصحراء في ترازيان ليجيون صح كان يترفعك وكذا كان مع الحشيش مع الاخر يفوزي سون بيزنس سا سي سيور ولكن تبقى 18 سنه في الكراد ما تافونسيش يعني هذا ذل رخص وقبل الرخص ولكن شوف الرخص وين يوصل إن هالبو منصب لواحد أسبوع هذا بالرخص إبا هذا هو يعطيك اون فوا كي راهو قائد أركان الجيش شكون اللي يقدر يتخيل باللي شنقريحة قادر يتنحم هذا المنصب لا يديميسيوني باش يستقل هذه أبدا إلا يطلق علينا حاقت لا روتريت خلاص عندي 77 سنة في عمري فيها بركة صاحبي قالوا ما يغلى هذايا واش بقى له يدير باش يفيد فاش يفيد هذه الأولى لا قادر تبون ينحيل إنه هو يحكم في تبون ها سي لو موند ألومبير هذه هي الجزائر شوف الجزائر القديمة تاع بوتفليقة ما عندوش قبل بوتفليقة حتى ما قبل بوتفليقة عمره ما كان قائد أركان يحكم في رئيس الجمهورية الجزائر من قبل تبون عمره قائد أركان ما كان يحكم في رئيس الجمهورية كان العماري لما جابوا بوتفليقة تسمى هو من الناس اللي جابوه بوتفليقة داروا عليه حب يخرج له ضد في الانتخابات في العهدة الثانية خذا كبوط هوب وتحاوز تحاوز جوست بعد الانتخابات انتخابات افريل 2004 هو جويليا 2004 قال له بوتفليقة تبقى وجاب القايد صالح القايد صالح ما كانش يحكم في الجزائر كان يشيد لبوتفليقة كان يقول له سيد الرئيس انا وياك برك اللي درنا الثوره انا وياك برك اللي مجاهدين يعني خرجنا ما مش مجاهدين لعبلو على هذه وما تنقي ترى كهنا انا يا راني في خدمتك كان يقولوا عندنا سيتي لو شيان كار تاع بوتفليقه اليوم العكس ولا بين ظفرين رئيس الجمهوريه يخاف قائد اركان الجيش وعلاش لانه رئيس الجمهوريه ده اللي اختاروا شيت شنقري اختاروا قايد صالح اختاروا على اساس انه ضعيف ضعيف الشخصيه مرخص هذا هو نتكلموا بالدرجه ديالنا رخيص كيفاش رئيس الجمهوريه يجي يحكم فيك عسكري تاتيان ننعك تشيك دا صح مرخص وعاش نجيبوه
تعيين الرؤساء من طرف العسكر المقياس الأول، المقياس الأول أنه يكون مانيبولابل، مانيبوليه كما يحب، يستعمله كما يحب. هذا المقياس الأول، يعني يكون ضعيف الشخصية. ومن بعد بكري كان نحسو ما يكونش موسيس، ما يكونش كذا، ما يكونش كذا. دونك باش يتنحى هذا الشنقريحة، حل واحد بعد الموت، إذا الموت قبلت أنها ما تشمش وردة وإنما تروح تشم زبلة حاجة من يسمع، لأنه يقول لك الموت دي وردة تشمها، ما تديش زبلة تغمها، وشنقريحة حاجة من يسمع زبلة سي بوبال. اه دونك الى الموت قبلت باش تدي راح تخلص منه، ماشي الجزائر برك، كل المنطقه وكل العالم. لانه اليوم تاثير هذا الرجل المعقد نفسيا راهو مس العالم كامل، لانه الجزائر موقعها الاستراتيجي، ثرواتها، علاقاتها، رصيدها التاريخي، خلا عندها مكانة في العالم، الساحة الدولية. مكانة هذه دابور تراجع، تراجعت بزاف، اليوم راح تعيش في عزلة، بسبب من؟ بسبب هذا المريض النفساني، هذا المعقد النفساني، هذا اللي عقدوا أصحابه كانوا يضحكوا عليه لأنه ما كانش شباب. الحكاية كاملة هنا. لأنه عنده فاتشة تاع بولدور. دونك إذا الموت ما قبلتش بالزبلة هذه تديها تغمها، حاجة واحدة اللي تنحيها هو الحراك، أنه الشعب يثور. من إذا ثار الشعب ما يخلوش يسرق، ما ينوضش ضد تبو، تبو خردة ناريان، تبو سيرياس، هذا البولدوغ، حاشا لي بولدوغ على كل حال، هو اللي يلزمه يخرج عليه الشعب. من حتى العسكر، هذا نعطيه لك رسمي، العسكر يكرهوه. بداها من الجنرال اللي بجنبه اللي كيفه في نفس القراد، بن علي بن علي، وانتهى ما كانش اللي يشمه، لانه الراجل جايبها بعنجهيه وجايبها يقول لك كما ان ليفون دو زان ماغازان دو بورسلان، يدخل يخبط برك يضرب برك. كرهوه، انه هذا اهان المؤسسه العسكريه واهان الجيش الوطني الشعبي، انه حول جنرالات الى مجرد عساكر، مجرد جنود يخافوا من خيالهم. هذه اهانه كبيره. انك تعرف باللي في الجيش المقياس الأول للترقية في الرتبة العسكرية هو مدى قدرتك على القيادة، سي لسبري دو كوموندمون. في الجيش لما تجي ينوطيو كل عام نوفيسي ينوطيو يقيموه، لما يوصل العام اللي باش يترشح للرتبة العالية أول مقياس لسبيت كوموندمون، باسكو سي ميليتير، فافور لسبيت كوموندمون. سي فيبل تاع حاجة ميسخنونا كيما ما يقبلوش بيك، ما يحتاجوكش. لسبيت دو كوموندمون هو يكسر لسبيت دو كوموندمون دو تو لي زوفيسي، سواء أوفيسي جينيرو ولا أوفيسي سوبيريور ولا أوفيسي سوبيريور، يكسر فيها. لما تكسر الروح القيادية في العسكري، أنت قضيت على الجيش، انت قضيت على الجيش. ضمن خذينا بما فيه الكفاية في موضوع الشنقريحة هذا، ونعديو الى مواضيع، موضوع تاع واحدة الشنقريحة، الشنقريحة تاع الاعلام، الشنقريحة تاع الاعلام، نعديو نشوفو بعد الفاصل.
الجيش.